النهاردة هنعمل صابون سائل، حاجة كده وهم، صابون عالي الرغوة ومركز وفي منتهى الجمال بجد، صابون جميل قوي، مش محتاجة لون، رميت اللون لاني هو لونه طالع جميل طبيعي من غير اي الوان ولا اي اضافات. عملته بصابونة واحدة بس، عملت الصابون ده هنا في عالم اماني، بجد الصابون جميل يا جماعة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. انا عملت 5 لتر من الصابون بنتيجة ممتازة زي ما احنا شايفين كده الصابون عامل ازاي. انا قصدي انزل الرغوة كده عشان تشوفوها وهي نازلة على الازازة. بصوا الرغوة عاملة ازاي في الاسبونشة، شايفين حبة بس اللي هم باقوا مطرح التفريغ بتاع الصابون، وبقى شوية يعني حاجة تحفة في الطبق، يعني النقطة اللي بقت في الطبق دي عملت لي رغوة عالية وهتخلص لي اي مواعين عندي حالا دلوقتي عاملها. ما تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة، يلا بينا نشوف المقادير. استخدمي زي تصبين البوتاجاز بيبقى روعة، والسيراميك والاحواض بيخليها تنور زي الفل، ممتاز جدا. معانا ايه النهارده عشان الصابون بتاعنا؟ لتر ميه سخنه في الكاتل اهي مغليه، صابونه مبشوره البشر ده بالشكل ده كده يا حبايبي اهو، ربع كيلو فيري، انا استخدمت فيري الاصفر النهارده يعني اللون ده حسب ذوقك. ممكن تستخدمي كيس برسيل للتعطير، انما هو لو هتضيفي بريل او فيري زي كده ريحته حلوه تقدري تكتفي بيه. لو مش عندك الصابونه دي اللي احنا عاملينها هنا في عالم اماني او مش بتعمليه، ممكن تستخدمي صابونه سان لايت هتبقى ممتازه جدا. ولو عندك بواقي صابون سان لايت برضو ممكن تستخدميها وهيبقى اعاده تدوير. معانا بقى لتر الميه السخنه، هنعمل ايه؟ هنشيل بقى الصابونه دي كده اهي بالشكل ده، وهنحط الميه السخنه اللي هي المغليه اهي يا حبايبي بالشكل ده، علشان اهي وهنبتدي ندوب الصابون بتاعنا بالشكل ده لغاية لما يدوب خالص، وأتأكد انه دايب. لازم تكون المية مغلية وسخنة جامد جدا عشان تسهل عليكي ان انت تدوبيه، تمام كده؟ هدوب وارجع لكم تاني عشان بس وقت الفيديو. تقدري تستخدمي المضرب علشان تدوبي الصابون، اهو ابتدى يدوب معايا بس لسه شوية. ممكن تستخدمي المضرب بس انا بقول يعني على اساس باقل امكانيات احنا بنعمله عشان يعني اللي ما عندوش المضرب. بعد ما داب خالص معايا بالشكل ده، شايفين الرغوة ولسه ما حطيتش اي اضافات، ده الصابون اللي انا عاملاه بايدي يا جماعة، ممتاز جدا والله، يا ريت تشوفوا الفيديو وتتابعوه. ما تنسينيش يا حبيبتي في اللايك والاشتراك لو اول مرة بتشرفيني، شرفتيني ونورتيني، فعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هبتدي بقى احط، انا كده دوبته جامد جدا، هبتدي احط الكيس بتاعي بتاع الفيري اللي انا جايباه اللي هو فيري الاصفر، تمام كده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الطريقه دي ممتازه جدا واكتر من رائعه، اهو فضي خالص كده افضيه خالص بالشكل ده واقلب كويس جدا جدا، وهضيف هنا ايه اهو ملح ليمون، معلقه صغيره ملح ليمون، مش هحط ملح طعام لان هو هيبقى تقيل جدا وهيبقى ممتاز، واضح ان احنا مش هنحتاج اضافه اللون. طبعا ده كل ما بيبرد بيتقل جدا جدا،
فاحنا ايه يعني هنشوف الكمية موفرة قد ايه. وبجد والله هتدعي لي على الصابون ده، شايفين منظره تحفة جدا اهو. هبتدي ادوب برضو واقلب كتير كده، انا مش محتاجة اللون الاصفر هستبعده اهو، وهكمل وصفتي عادي، ما حطيتش والله العظيم اي لون، اكتفيت بالصابون. طبعا الصابون الاصفر اللي انا ضفته اللي هو الفيري السايب، جبت ربع كيلو وصابونه مبشوره وميه مغليه. فطبعا الصابون ده انا اكتفيت بلونه، لونه رهيب جدا زي ما احنا شايفين يا جماعه اهو، فبجد تحفه، فمش محتاجه اي اضافه لون، ما ضفتش اي لون خالص اهو بالشكل ده. شايفين بقى عمال يتقل، بصوا اللزوجه بتاعته، بصوا عمال يتقل وبقى ممتاز جدا. ده طبعا بريحه الليمون، انا مش محتاجه، كنت محضره ماء ورد، مش محتاجه، لا هي الريحه طالعه في منتهى الجمال، ومش محتاجه كمان لون اصفر زي ما قلنا. احنا كده بنقلب كويس، يعني اللون الاصفر او الزيت العطري لو عايزه تضيفيه، دي كلها اضافات ممكن تستغني عنها، وكل لما بيقعد بيتقل جدا هتزوديه براحتك خالص. وهنشوف الكميه هتطلع قد ايه في الازايز، انا مش بحبه خفيف، بحبه تقيل، وبزوده ساعه الاستخدام لما باجي اصبن حاجه او اعمل حاجه. طبعا اضافه ملح الليمون بيعلي الجوده، علشان انا بعمل صابون متعدد الاستخدامات للبوتاجاز وللتعقيم الرخامه، وبتعملي الاحواض منه سيراميك، بصراحة وحاجة يعني النتيجة جميلة قوي قوي قوي. ان شاء الله الطريقة بتاعتي دي هتعجبكم، وهتشوفوا النص كيلو او ربع كيلو الصابون السائل اللي استخدمتيه مع بواقي صابون عندك صنلايت هتبشريها، او صابونة صنلايت مش مشكلة يعني مش غالية بتلاتة جنيه او حاجة يعني، بس انا طبعا بعمل الصابون في البيت زي ما انتوا شفتوا. يعني ان شاء الله النتيجه ممتازه ممتازه، نظافه وتوفير وريحه، حاجه في منتهى الجمال. تقل جدا معايا من كتر التقليب، وكل ما بيبرد من السخونيه والميه المغليه اهي هيتقل معايا اكتر بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي الصابون بتاعي جاهز وبقى زي الفل، هبتدي اعبيه، اجيب بقى الازايز بتاعتي واشوف الكميه بقت قد ايه. وزي ما قلنا هتزودي الصابون بتاعك حسب ما انت عاوزه التقل بتاعه اهو. عاملاه صابون فيري زي الفل، هبتدي اعبيه. جبتي قمع زي كده، ده انا بستخدمه للصابون زي ما احنا شايفين اهو. بصي نازل في الازازه اللون والتقل، سامعين التقل بتاعه اهو بالشكل ده، حاجه ممتازه يا جماعه، ممتازه جدا اهو. يا رب يكون باين معاكم في الكاميرا اهو. هكمل بقيه الازايز ونشوف ادانا كميه قد ايه. عاوزه اوريكم المنظر وانا بفضيه تقل الصابون، شايفين التقل، حاجة ممتازة يا جماعة. مليت الإزازة اهو بشكل تحفة تحفة. طبعا ده خام، بص التقل عامل ازاي، كل ما هاجي استخدمه ايه، بصوا يا حبايبي دول الحبة اللي اتباقوا في الطبق اهو، بصوا الرغوة شايفين اهو، دول ببواقي انا ما حطيتش صابون، بصوا الرغوة شايفين نازلة قد ايه في الطبق اهي، حاجة في منتهى الجميل. طبعا واضحة اهي الرغوة، انا بس خايفة ما تكونش ظهرت في التصوير. ودي يا حبايبي الكمية، كل ازازة فيهم بتاخد لترين زي ما احنا عارفين، زي ازايك بتاخد لترين يعني 4 لتر، يعني خام انا لسه ما زودتش اي ميه منه فيه كده زي ما شفتوا الطريقه في الفيديو،
يعني انا لو زودت لتر كمان هيبقوا 5 لتر، يا بلاش والله، من صابونه مبشوره وربع كيلو او كوبايه صابون، حاجه ممتازه جدا، وتقدري تخففيه وتعمليه 6 لتر كمان على حسب استخدامك وعلى حسب ما بتحبي تقل الصابون، بس عشان ما يدينيش ازايز كتير ويكركب لي المطبخ، فانا حبيت اختصره في ازازتين بس وابقى ازود ساعه الاستخدام. يا رب اكون قدرت افيدكم والفيديو يكون خفيف على قلبكم يا رب. ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. بالنسبه لمتابعيني على التيك توك، طبعا ما بقدرش انزل الفيديو كامل، سامحوني، لاني وقت الفيديو لازم يكون دقيقه او دقيقه ونص بالكتير، فانا اسفه جدا يا حبايبي اني ما بعرفش انزل لكم الطريقه كامله. يا ريت تتابعوا القناه وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.